مزمن اعراضه الوظيفتين اللي احنا قلناهم. يعني ايه؟ احنا قلنا ان هو ليه وظيفه الهضم، ودي الاساس او اللي هتتاثر في الاول، والسكر او الانسولين. ان التهاب مزمن يعمل سكر ده قليل جدا. الاكتر مشكلتي في الهضم والالم. دايما مريض التهاب مزمن عنده مشكلتين، الم وهضم. الم في المنطقه اللي احنا قلنا عليها، في ام المعده، يسمع في الظهر، وللاسف الالم بتاع البنكرياس بصفه عامه الم عنيف جدا، مزعج. يعني حتى ما بيستجيبش للمسكنات العاديه. ساعات بعض الاحيان نضطر نعمل حاجه اسمها حرق العصب او حقن العصب اللي بيسبب الالم. بتوع الاشعه التداخليه او بتوع الالم بيخشوا بابره على العصب اللي بيسبب الالم، يحقنوه يموتوه عشان يقلل الوجع عند المريض. لان انا مشكله التهاب المزمن اكبر مشكله الالام. طيب حضرتك في كلامك قلت انا ممكن اعمل سونار الاقي البنكرياس اصلا تلاشى، يعني اتاكل تماما. هي الناس دي طب بتعيش ازاي؟ هو بص حضرتك، لو انا شلت مثلا 3/4 البنكرياس وسايب ربعه بيبقى شغال برضه. فعشان كده حتى لو انا في الاشعه معظم البنكرياس متاكل، الحاجات الصغيره اللي متبقيه في الغالب بتقوم بالوظيفه بتاعتها. عشان كده احنا حتى في العمليات ممكن اشيل 3/4 البنكرياس والعمل ملوش سكر، لان الجزء اللي فاضل بيشتغل ويكفيه برضه. سبحان الله، يعني حاجة عظيمة جدا الحقيقة. طيب خلاص احنا اتكلمنا على الالتهاب الحاد والمزمن. المزمن قلنا اعراضه الالم. الحاجة التانية عدم الهضم. طب عدم الهضم ده يبقى مشكلته ايه؟ ان العيان بيخس. فتلاقي العيان مهما كل ما بيستفدش بالاكل بتاعه، فلازم الاقي عنده نقص في الوزن، وتلاقي البراز بتاعه دهني لان الاكل الدهون بتنزل زي ما هي، ما تهضمتش ما امتصتش. فببتدي اعالجه ايه؟ ان انا اول حاجه الاعراض زي ما اتفقنا، الاسباب. لو لقيت سبب بحيث نوقف زي ما انها كده يبقى كويس، خلاص هنعالج السبب واعالج الاعراض اللي عنده. عنده الم هحاول ادي مسكنات او اعمل بقى اي حاجه في الالم، وعنده مشكله في الهضم فبديله انزيمات البنكرياس نفسها على هيئه اقراص تعوض اللي هو كان مفروض بيه.